لا اله الا الله لا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الله. هذا مقام الديوان السيد الاستاذ شمس احمد رفع الدين ابو شيخ رفع الصوفيه نصر الله. هاي كلهم اقطاب الصوفيه ورجال الدين وهني رجال الدين وسياسه. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا بها يثبت الايمان بها يحصل الامان. كرر ايها الانسان لا بالوزاره لا اله هو سيد الدخي. هذا سيد الدخي مو هذا سيد الدخي هذا هو هذا هو انا تلميذ. شو بتعرف عن الدخي يا حسين؟ لا اله هذا سيدي بيحكي عن الدخي الدخي. لا اله هذا من ثم السيد وهي ربعه. لا اله الا الله لا اله. تعالوا فوتوا المكتب ابرد لكم. لا اله الا الله لا ها الا الله لا اله الا الله. يلا قول لا اله الا الله لا اله. اشتغل بالتوفيق. الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بها يثبت الإيمان بها يحصل الأمان. كرر أيها الإنسان لا إله إلا الله تكرارها ما أحلى ما بهاه ما أعلى تدني العبد من مولاه. لا إله الله إلا الله قد آتانا في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله ذكيرها لا يخشى لا ينال فرقا هي العروة الوثقى. لا إله إلا الله خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم رسول الله محمد رسول الله. سيئات الرحل كلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هون المدد كتير تقيل. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا الله لا إله لا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله. سيد الشيخ التركي السوري لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. بها يثبت الإيمان بها يحصل الأمان. هذا الأصل وهذا الصورة. خير الخلق عند الله. لا هو أنا صوفي مية مية هو ها وفايت بالطريق قبلك ها طبعا مبين على وشه. لا إله لأن في على حجبه ندبة كان الواد يقول هاي ندبة الصوفية هو كان يمشي مع سؤالي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بعدين جبهته منيحة كان الوالد يدته أم حسين تقول سيد يوسف رفعي قصته خضرة وجبهته نعم منيحة. نعم عم اسمعك. لا إله لا الله لا لا ان شاء الله جايتكم رزقه.
لا اله جايكم رزق ان شاء الله. لا لا بس صدقوا صدقوا لا تكسلوا صدقوا. لا اله الا اول ما تجيك الرزق صدق. ابني دار ايتام كان الوالد سيد يوسف الرفاعي يقول لي تجي له فلوس يفتح دار ايتام بعدين الله يفتح عليه. يربي هالجهال وهالطفال. مو انت شفناك بالتلج عم تركض على الغنمات وعلى الكلاب تكرم تاكلهم هاي كرامه كمان لك. والله العظيم شفت لما بعت لي الفيديو هو راح يبحث عن سبحان الله البهايم هذا كرامه لألو في ناس بدها تكفي لنفسها وراح يشوفهم كرامه لك هاي اي والله ان شاء الله. لا اله الا الله. زوروا زيد سيدي سعيد النورسي سيدي ناظم القبرسي سيدي النقشبندي زوروا الاولياء هونيك. لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. قولوا ما شاء الله مدد الأسمريون الجميلون أسماءكم اسمكم أحمد أيوة هاجوا أنتم ما شاء الله انتم تيجانيون ولا مريديون ولا سلفيون هذا السلفي حياكم الله انما المؤمنون اقول انما المؤمنون انما المؤمنون مسلمون اخوه اول شيء مسلم كلكم اخوه شكرا سيدي والله انت وشك منور هذا قسل يدنا السيد هاشم سيحمد رفع الله للشرف دح دح.